زفوف، مرحبا بك على جريدة أصوات. شكرا. أهلا وسهلا سي عبد اللطيف. احنا اليوم حطينا الرحلة عندك بمدينة الدار البيضاء باش نتعرفوا على سي عبد اللطيف زفوف وعلى المسار المهني ديالو والمسار الدراسي ديالو إن شاء الله. إذا السؤال ديالي كورقة تعريفية على عبد اللطيف زفوف، يعني من هو عبد اللطيف زفوف؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم. وعبد الطيف زفوف يعني مواليد 58 واحد واحد. قريت في مدرسة علال بن عبد الله في الدار البيضاء، وكان وخدمت في المكتب الشريف في الفوسفات مدة ديال 17 سنة، اللي اعطاني واحد الخبره، اعطاني واحد المجهود كبير اللي قريت فيه مزيان. وخرجت ودرت واحد المحل يعني استثمرت لمده تقريبا دابا لمده واحد 35 عام وانا في هذا الميدان. قبل ما نمشيو معك يعني للشق العملي ديالك، يعني قربنا شويه من الدراسه ديالك، كيفاش كانت الدراسه ديالك، الطفوله ديال عبد اللطيف؟ الحمد لله كانت طفولة مزيانة، كنت كنقرا مزيان. كنتي من المجتهدين؟ الحمد لله، هذا هو من فضل الله سبحانه وتعالى ووالديا. ملي مشيت درت واحد الامتحان، الحمد لله كان عندي انتاج، قريت وداك الشيء وخدمت في الفوسفات. وملي خرجت اعطيت بزاف ديال 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 اعطيت بزاف ديال 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 الاختراعات اللي عندي. دابا راني لحقت 8 الاختراعات اللي عندي. شنو الطبيعه ديال هاد الاختراعات؟ هاد الاختراعات منهم اول مغربي اللي كيصنع طوموبيل. ثانيا عندي الشركه الوحيده اللي كاينه في المغرب اللي كدير ماكن ديال البريك. وكدير خلاطات ما يسمى بالفرنسيه لي سونترال بيتون في المغرب. الحمد لله كان هذا يعني منافسه ديال كنفس اجانب. مؤخرا رحنا كنا حاطين في المعرض، معرض ديال سيدنا اللي في الجديده، وخدينا واحد يعني خدينا واحد الشهره اللي هي زوينه الحمد لله. منافسه اللي كنا كنتنافسوا مع الوحيد اللي كان كيتنافس في هذا المعرض، كيتنافس مع اجانب، هي الشركه ديالي. يعني ما كاينش، احنا الوحيدين اللي كنصوبوا هاد الاختراعات. والحمد لله كان حتى ولادي تاهما زيدناهم لهاد سميتو، وعلمناهم في هاد الصنعه اللي تبارك الله الحمد لله اللي عطاو فيها. الحمد لله. انت قلتي يعني من بعد ما خرجتي من المكتب الشريف الفوسفات درتي هاد الشركه هذه ديال فابريكاسيون. الحمد لله. يعني انا ملي خرجت من المكتب الشريف الفوسفات، اتجهت درت واحد المحل اللي هو محل بسيط صغير. تقريبا هذاك المحل كانت فيه واحد 60 متر كاريه، وهذيك الساعه كانوا ولادي باقيين كيقراو. انا عندي 4 ديال الوليدات كلهم كانوا كيقراو. بديت مع اختراعات ديالي وداك الشيء، بديت كننميها في راسي براسي. عاود خديت واحد الارض اخرى اللي خديتها في مديونه، فيها واحد 5000 متر، درت فيها واحد الوزين. الدراري ولادي كبروا، خرجوا من القرايه، خرجتهم وجدتهم باش يتعلموا صنعة. بالفعل انا باش وصلت، راه وصلت بولادي، الولاد ديالي هما اللي وصلت بهم، هما اللي معاونيني، هما اللي ملي مشيت في هذا التخصص. يعني كان فيه واحد اقبال زوين بالنسبه كانوا الناس كانوا كيجيبوا هاد الالات، كانوا كيجيبوا من الخارج. يعني كيلقاو فيهم مشاكل، ماشي كنقول يعني كان انسان ما كيمشيش كياخذ جديد، كياخذ القديم. ملي كياخذ بونوكازيون، ملي كياخذ البونوكازيون كيلقى فيه مشاكل كيطيح فيها. الحمد لله حنايا دابا بعين واحد العدد ديال الماكن في المغرب، اللي الحمد لله اللي عندنا غيره على هاد البلاد، اللي كانوا الفلوس. ان الانسان ملي كيبغي ياخذ ماكينه من برا راه كيحط
راه كيخرج فيها واحد العمله صعبه، كيخرج فيها واحد دوفيز. والحمد لله ملي ولا هنايا في المغرب يعني الناس داروا فينا ثقه، كاين اقبال على كاين اقبال الحمد لله بزاف 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 اللي كاين كيتيخو كيتيخو يعني في المنتوج المغربي ان الحمد لله لحقاش المنتوج المغربي عنده فيه جوده، راه كاين الجوده ماشي ما كايناش. ان الانسان الا بغى الا بغى يتقى الله راه كاين كاين ما يدار، يعني ردوا الثقه في المنتوج المغربي. انا الحمد لله المنتوج المغربي حاليا اصبح كاين اصبحت منافسه في شي حوايج اخرين، اما هاد بالنسبه لي انا باقي لحد الان الحمد لله اللي عندنا الناس دايرين فينا واحد الثقه اللي ثقه كبيره. وعندنا معامله مزيانه ما عمرنا يعني ما عمرنا شي واحد اللي جا ديك لا كيوقعوا مشاكل، ماشي ما كيوقعوش كاع، ولكن مشاكل كيوقعوها داخل لا غارونتي ديال داك الشيء، داخل كتجاوزوها لا داخل حنت اي واحد كنبيعوا ليه واحد الاله اللي كيديها ولو كنعطيه واحد الضمانه، يعني واحد الضمانه اللي هو واحد الغارونتي اللي كنعطيه ليه كيدي ماكينه لمده سنه وكيفوت مده سنه وكنبقاو نتعاملوا معاه لي باش باش هذاك السيد يبقى ديما لحقاش الكليان راه سيتان وكليان كيجيب كليان اي من طبيعه الحال حنا باش الصوره ديالك حنا حنا باش خدامين راه ملي كيجي عندنا شي واحد شي شي كليان راه حتى كيشوف الاله ديالنا خدامه عاد كيجي عندنا كيسول عليها ما يمكنش غادي يجي يعطيك واحد المونطو اللي هو كبير هو ما عارفش الماكينه فين راه كاين كاين الناس اللي كيجيو كتقول له ودي كيقول لك راه بغيت ناخذ ولكن هذه الاله ديالك فين خدامه كتقول لي في انت فين كايناش من المدينه في المدينه وغادي تمشي لهذيك المدينه راه كاينه عند فلان يعني هو كيمشي كيشوف كيمشي كيشوف عاد كيجي كيتقدم من عندك أكيد. وما عندنا حتى شي مشكل بالنسبه يعني يعني هذه الالات هذه اللي كتصنعوا هنا في المغرب بالنسبه لي البياس ديالهم يعني واش كيكونوا هنا في المغرب ولا كتستوردوهم من خارج المغرب عندنا حنايا الفابريكاسيون اللي كاينه هنا في المغرب اللي عندنا حنا في الوزين عندنا 85% صنع محلي وكاينين شي حويجات اللي باقيين كنجيبهم من برا يعني كتستوردوهم من برا كتستوردوهم حنا دابا الاكثريه ديال ديال لي بياس اللي كنجيبو كنجيبوهم اما من فرنسا واما من ايطاليا نمشيو معك قلتي انت اول واحد في المغرب يعني يصنع سيارة نعم شنو العلاقة ديال عبد اللطيف زفوف بهاد الصناعة ديال السيارات ولا بالرياضة اون جينيرال يعني عامة زفوف عبد اللطيف يعني في كانت عندي 16 عام كنت أصغر واحد أصغر واحد في المنتخب في السيكليزم من 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 سباق الدراجات الهوائية دزت السباق ديال الدراجات النارية من الدراجات النارية درت سباق السيارات هنا في المغرب هنا في المغرب وكان كان بعض المرات اللي كنمشي لبرا كنجري كنجري حتى برا بحال في اسبانيا كنكري طوموبيل وكنجري بها كيفاش كانت قربنا شويه من التجربه اللي عشتيها هاد التجربه هوايه زوينه يعني بالنسبه للانسان جريت حتى ولادي حتى ولادي حتى هما انا بطل ديال المغرب بزاف د المرات حتى ولادي حتى هما ابطال ديال المغرب الحمد لله ومن الاحسن اللهم نجر ولادي نجرهم للرياضه ولا نخليهم حاليا كيفاش كتشوف هذه الرياضه هذه يعني سبور اوتوموبيل في المغرب يعني واش واخده الحق ديالها ولا ما واخداش لا ما واخداش الحق ديالها بتاتا ان سباق سيارات اش غادي نقول لك يعني جاوا ناس اللي ما هماش يعني يعني ناس اللي بعادين من هاد من هاد من هاد الرياضه وخداوها بواحد بواحد المفهوم اللي غلط ان اي رياضه اللي خصو يتحكم فيها خصو يكون ولد الرياضه باش المكان الانسان المناسب في المكان المناسب شنو الحوايج اللي يمكن لهم يتغيروا اللي خاصهم يتغيروا بالنسبه لهذا السبور اوتوموبيل خاص الجامعه كامله خاصها تتغير الجامعه كلها خاصها تحيد خاصهم يكونوا ناس اللي هما في المستوى ما يكونوش ناس اللي هما هذا عنده شكاره هذا عنده
فلاح هذا عنده ما ما نعطيوها واحد القيمه نيتي حيت هنا دابا في المغرب يعني ما عطيه ما عندهاش واحد الشعبيه كبيره. راه احسن رياضه في العالم هو سباق السيارات. اكزاكتوم. وهاد سباق السيارات هما كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي ثلاثه ديال الرياضات اللي كيتسموا رياضه ثلاثه. شي الاخر كلشي لعبه. اللعبه راه كره، لعبه القدم، اي حاجه لعبه، يعني كلشي العاب. كلشي العاب الا ثلاثه ديال الرياضات اللي هما كتسمى رياضه. عندك سباق السيارات، سباق ديال الدراجات الناريه، والركوب ديال 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 دوك التيران. كيديروا في اسبانيا اللي كي... لا ماشي في اسبانيا، كاين في بريكان. راه كاين تاور كتركب فوق منه كيبقى كي يبغي يبغي يطيحك. هادو هما ثلاثه اللي كاينين، شي الاخر كلشي لعبه. نمشيو معاك الاستثمار في المغرب. يعني حنا كنعرفوا بلي جلاله الملك نصره الله في جوج الخطابات ديالو كيحث على الاستثمار وتشجيع المستثمرين سواء المغاربه ولا يعني ولا يعني الاجانب. حنا حاليا يعني كنشوفوا يعني كلشي غادي في هذا الاتجاه هذا. انت كمستثمر حاليا في المغرب، يعني شنو هو المشكل اللي وقع ليك واللي يعني هو اصلا دابا رائج امام المحكمه؟ يعني تم الاعتقال ديالك يعني بطريقه اللي انت ما كانش في العلم ديالك انك غادي لفرنسا، عندك واحد المعرض اللي غادي تعرض فيه المنتوجات ديالك، كتفاجئ بهذا الاعتقال هذا. ممكن تقربنا اول حاجه من هذه القضيه هذه وشنو وفين وصلت؟ هاد القضيه هذه احنا جا عندي واحد النهار، جا عندي واحد السيد من مدينه اسفي. هاد السيد جا باش يشري من عندي اله ديال صنع البريك. ملي جا عندي كنتفاجئ بان هذاك السيد قال لي ودي بانني ما بغيتش نشري ماكينه، عندي ماكينه بغيتك تصلحها ليا. رفضت. ودخل واحد السيد من جديده اللي هو كليان ديالي، وقبلنا باش نصوبوها ليه. ملي هاد السيد جاب لينا هذيك الماكينه، مشيت انا عنده من 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 الدار البيضاء، مشيت عنده لمدينه اسفي، شلنا هذيك الاله واش يمكن ليها تصلح ولا ما تصلحش. مشينا عنده بالفعل شلناها، قلت لي اتفقت معاه باش نصلحها ليه. ملي اتفقنا على واحد 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 المبلغ، اللي هذا المبلغ درناه في واحد الورقه عرفيه. هاد الورقه اللي هو كتبها ولده بخط يده، سنى فيها هويا وسنيت فيها انا، اللي فيها داك ديك السلعه اللي غادي ندخلوا لهذيك الاله، الماتريال اللي غادي يدخل لها. بالفعل خطيتو لنا ديك الورقه، هو خذا وحده، صوبنا ليه ديك الاله، رجعناها ليه، تاوينا معاه ب 40 مليون، عطاني جوج شيكات، اللي شيك فيه 20 وشيك فيه 14 مليون. ملي هاد السيد ركبنا ليه الماكينه، بقات لي واحد البياسه، واحد الصمته هي اللي بقات ليه. ما فهمتش انا، بقى كنقول لي اجي هزها باش نكملوا وتخدم، ما كيراوغني. واحد النهار انا غادي لفرنسا، مشيت للمطار، لقيت مذكره بحث علاش اسفي. هزوني من الدار البيضاء وداوني البوليس الاسفي، داروا لي محضر بانك انت عندك جوج ديال المحاضر، محضر عدم تنفيذ عقد ومحضر ديال النصب. سيدي انا هذا السيد راه عندي بيني وبينه راه بيع وشراء، راني خص هذا السيد كاع الا بغى يقيد بيا ولا ما صوبتش ليه، راه خصو يتجه للمحكمه تجاريه. علاش هاد المحكمه التجاريه مديوره؟ هاد السيد دار لي جوج المحاضر اللي فيه واحد فيه نصب وواحد فيه عدم تنفيذ عقد. وعلاش داروا لك يعني مذكره بحث؟ داروا لي مذكره بحث، هذا سؤال محله. داروا لي مذكره بحث بان هذاك السيد مشى دار لي واحد العنوان وهمي بانني كنسكن في اسفي، وبانني انا زيد في اسفي. هذا في المحضر ديال البوليس دايرين ليا بانني كنسكن في اسفي ومسقط الراس ديالي في اسفي،
وبان هذاك البوليس كيخرج وما كنلبيش طلب ما كنبغيش نحضر وداروا لي مذكره بحث. ملي داروا لي هذيك المذكره بحث بالفعل تعتقلت ومشيت اسفي ودست في المحكمه وسميتو والقاضي اللي حكم عليا بصراحه. ملي خرج هذاك الخبير قال لي هذاك القاضي قال لي غنخرجوا خبير. خرجنا خبير مشينا لعين المكان درنا امارش للماكينه. وواحد القضيه اللي نسيناها بان هذاك السيد ملي دار لي مذكره بحث سميتو هذاك المحضر ديال 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 النصب دار لي جوج شهود وهميين. يعني جوج شهود ما كتعرفهمش زعما لا ما عمرني شتهم ولا عمرهم بركوا معايا لحقاش كاينين غير حنا ربعه ديال الناس اللي باركين انا والدري اللي كيمشي معايا تكنيسيان وكاين هو وولده. حنا ربعه اللي ريحنا وحنا ربعه اللي درنا هذا اللي اتفقنا على هذه الاثمنه وهذيك الورقه اللي كتبها ولده بخط يدو وسينا فيها هو وسينيت فيها انا. ملي سالينا درنا هاد مشيت انايا للمحكمه. المحكمه استغرقت فيها أربعة سنوات في الابتدائيه دزت عند سته ديال القودات هاد السيد هذا كان ملي كان ديال القضاه هذا الملف معقد حتى لهاد الدرجه. ايوا راه معقد يعني ملي كندوز انا عاد سته ديال القضاه وكل قاضي كنقول له ودي هاد السيد بغيت هاد السيد هذا الخصم ديالي بغيت ندير ليا مواجهه كيقول لي لا. هاد السيد هذا ما عمرك تواجهتي معاه شفتيه ولا استدعناه بمفوض قضائي وكيتبلغ وما يجيش. والمحكمه شنو كتقول في هذا الشيء؟ ما ملي كنقول ليه علاش ما جاش كيقول لي واش بغيتي ندير لك ما توصلش. ها هو انا جبت لك ما يفيد. بالفعل حكمات عليا المحكمه في الابتدائيه حكمات عليا باش نرجع ليه جوج شيكات اللي فيهم 34 ونزيدوا 6 مليون كتعوض هي 40 مليون و4 شهور موقوفة للتنفيذ سورسي. وانا قلت ربما غادي نمشي للاستئناف غناخذ حقي. مشينا للاستئناف ملي مشينا ليه ريحت في الابتدائيه ريحت 4 سنين وفي الاستئناف ريحت 20 دقيقه اللي ريحت جوج ديال الجلسات اللي حضرت ليهم اللي هما 10 دقائق هي 20 دقيقة وتحكم عليا فيها. واللي هاد القاضي اللي أنا دليت ليه بوثائق بأنني درت عملية وما قبلهاش مني ودخلت عند الرئيس الأول وحكيت ليه الأمور بأن هذاك السيد راه بغيت نحيد من عنده الملف ونحطه عند شي واحد آخر بأن هذاك السيد راه عنده راه عنده علاقة ما بينه وبين الخصم ديالي. كان الجواب ديال السيد الرئيس بأن غادي ياخذ معدي الملف وغادي يحطه في يد أمينة. بالفعل قلت أنا هاد يعني راه هادي أمور مزيانة. الجلسة الأولى حضرنا هذاك القاضي أول حاجة اللي نطق بها ملي حضرت أول حاجة اللي نطق بها هو هاد الورقة اللي نتوما كاتبين بجوج حنا غنستدعوا هاد السيد هذا هو ولده إلا اعترفوا. راه مسترغة بشي قانونية باش غادي يعترفوا بأن هاد الورقة بأن هاد الورقة كاتبها ولده ومسيني فيها هو الأب. إلا ما اعترفوش بها غادي يصيفطوها للدار ليها الخبرة. قال لي أنت عندك الشاهد ديالك؟ قلت لي عندي. قال لي غتجيبو المرة الثانية. المرة الثانية جيت حضرت عيطوا حضرت انا والشاهد ديالي. من اللي حضرت المحامي ديالو طلب مهله اجل. المره الثالثه انا مرض درت عمليه اللي ولدي دا الوراق سيرتيفيكات دفعناها عطيناها للمحامي المحامي دلا بها قدام هذاك القاضي رفضها رفض الشهاده الطبيه الاولى ورفض حتى شهاده ماشي شهاده طبيه حتى العمليه اللي درت
بان درت عمليه ديال سرحت جوج عروق ديال القلب. راه انسان راك مادام داخل كدير في عمليه ديال القلب راه جوج الحوايج، اما تبقى حي واما تموت. راه قلب هذاك راه ماشي واش انا عاطيه غادي يحيد لي ضرسه ولا يحيد لي ولا يدير لي فاس من صبعي. يعني عمليه خطيره راه القلب راه ماشي ما معاش. المهم عاود في الجلسه الجلسه الثانيه الثالثه ما بغاش يرفض، وفي الجلسه الرابعه دينا لي بانني انا ناعس في طار بالتصاور ناعس في كلينيك المحضر ديال داك الرابور ديال الطبيب السيدي ديال كيفاش جرات العمليه وما قبلهاش ودوزا مداوله. ملي دوزا مداوله مشيت عاود دخلت عند الرئيس الاول ديال محكمه الاستئناف ديال اسفي، دخلت عنده. ملي دخلت عنده انا والمحامي ديت انا محامي خارج على الهيئه ديال 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 اسفي، وطلب باش يخرج الملف من المداوله وما قبلش الرئيس. ما قبلش على اساس اش؟ علاش ما قبلش؟ ما فسر لنا حتى شي حاجه. قال لك لا، وشد من عندي الملف دار لي خاطري شدو. قال لي صافي صافي حنا غنشوفو، ما شاف حتى شي حاجه. وبالفعل مشى الملف وتحكمات عليا في الاستئناف باش غادي هذاك السيد نرجع ليه. يعني في الاستئناف زادوا عليك الحكم ماشي قصر؟ لا ماشي تزاد، راه تريبل. تريبل شحال تحكم عليك في الاستئناف؟ في الاستئناف باش نرجع باش يأيد الحكم الابتدائي اللي هو فيه 40 مليون ورجع لي 34 و6 مليون ديال التعويض وزادوا 60 مليون ديال التعويض، هي ولات 100 مليون. وهاد السيد الماكينه اللي التعويض هذا علاش يعني اعتمدت المحكمه باش تخرجوا؟ واش يعني في بان هاد الماكينه هذه ما خداماش ولا شنو؟ علاش اعتمدوا هاد الماكينه؟ بان هذاك السيد اللي حد الان خدام خدامه خرج شي خبير شي مفوض ما بغى يقبل مني حتى شي واحد شي خبير. في الابتدائيه كان ندخل عند الرئيس انا والمحامي باش نطالبوا باش يعني وفي الاستئناف طلبتوا الخبره؟ ما طلبوش الخبره بان هاد الماكينه راه خدامه والسيد حتى انا ما عطاناش باش نجاوبوا على روسنا. حنت الجلسه الاولى باش غادي يجي هذاك السيد هو ولده باش يعترفوا بهذيك ما جاوش. والجلسه الثانيه طلب المحامي ديالو اجل. الجلسه الثالثه والرابعه ما حضرتش انايا وحكمت عليا المحكمه. كنتي مريض؟ كنت مريض عادي دافع عليه حجوج دافع عليه كل شيء. حاليا القضيه فين وصلت؟ حاليا الحمد لله كاين الامل وكاين امل بزاف. اللي دفعت مشات النقد والابرام وربما يعني ماشي ربما يعني الحمد لله اللي غادي يكون خير ان شاء الله. واخا سي عبد اللطيف ملي وقع لك هذا المشكل هذا مع هذا السيد هذا واش لقيتي يعني شي هيئات حقوقيه ولا مؤسسات حكوميه في الجنب ديالك؟ لقيت الحمد لله اللي كاين الامان تضامن الناس اللي تضامنت معاك. ضامنوا معايا ناس بزاف، ضامنت معايا حتى الرئاسه النيابه العامه. النيابه العامه اللي تعاطفت معايا وعيطوا عليا وداروا معايا واحد المواجهه وحكيت لهم وقبلوها وهما دابا لحد الان راهم مصيفطينا الاختصاص. واخا انت يا درتي يعني رساله للديوان الملكي بالخصوص الملف ديالك؟ انا درت بالفعل درت واحد سميتو وكان الحمد لله كان يعني كان جواب زوين، كان جواب مزيان اللي جاوبوني وصيفطوا سميتو النيابه العامه هي اللي تكلفات. عندك ثقه في القضاء؟ انا عندي ثقه في القضاء بزاف بزاف بزاف، وعندي ثقه حتى في يعني حتى في الناس ديال القضاء ماشي ديال اسفي. حسيتي براسك انك تظلمتي؟ ماشي ديال اسفي، انا عندي القضاء وهو يعني النيابه العامه اللي كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكرهم بزاف بزاف الناس اللي هما يعني انسان ناس صارمين
حقك حقك ما عندكش ما تاخذوش. حسيتي براسك تظلمتي وما انك ما طبقاتش هذيك المحاكمه العادله؟ وهذه المحاكمه انا يا بان هذا السيد شاري ماكينه ب 6 مليون وخدام بها ويدي ماتريال ديالي اللي انا ليفريت له ثلاثه ترموكات ديال الحديد ديال السلعه ونزيدو 100 مليون. هذا راه ماشي نصب، هذا راه اكثر من نصب. انا راه كنطالب، ما كنطالبش في حاجه، انا كنطالب غير تخرج واحد اللجنه وتبحث في هذا الملف. انا ما كنطالبش في حاجه، الا عندي حقي ناخذو والا ما عنديش حقي تحكم عليا. ما تاخذوش يتحكم عليا، ماشي غير ماشي. انا كنطالب غير هذا السيد اللي عنده حقه يعطيه ليه. انا كنطالب منهم اي مسؤول هذا السيد اللي عنده حقه يعطيه ليه، ولا عندي حقي ناخذو. اكزاكتومون. نمشيو معاك للمشروع ديالك اللي انت راك داير دابا، يعني نشوفوا اليد العامله اللي مخدم معاك واللي انك تتعاون يعني في تشغيل الشباب، ويعني نحاولوا نخفضوا شويه من البطاله. شحال عدد ديال اليد العامله اللي كتخدم عندنا بالتفصيل؟ عندي تقريبا شي 30 30 في العمل. 30 واحد ها هي، عندي 30. وعندي الحاجة اللي هي مزيانة، عندي الشباب كان دخل عندي دخلوا عندي هي ما متزوجينش باقي، يعني 20 عام 22 24 25 والحمد لله الآن اللي هما صبحوا حتى هما يا بالمحلات ديالهم، حتى هما صبحوا كيدخلوا الخدامة صبحوا. أنا كأعدي أنا عندي هذه الورشة ديالي بحال كتكوين المهن، يعني كتكونوا فيها الدراري بزاف، يعني اللي كانوا عاطلين، كانوا ما كيعرفش ما عرفت شي حاجه، ما قاري وما كملش عليه الله في قرايته، ولكن توفق لحد الان. كاينين ها هما دابا اللي لحد الان عندي ناس عندهم ورشات ديالهم صغار، الله يكمل عليهم. وكاين وحاجه اخرى اللي كانوا عندنا الدراري اللي كانوا عندهم صوابق وكنقبلوهم وتعلموا وخرجوا هما دابا ولاو حتى هما عندهم الخدامه ديالهم. ما غادي نقول لك انا عندي واحد العدد ديال الدراري اللي خرجوا من السجن وجاو لعندي وتعلموا ولاو هو دابا ولا بالدار ديالو ولا يعني بالورشه ديالو ولا بطوموبيلته ولا حتى هو كيعلم الدراري اللي خارجين من المدرسه كيقبلهم حتى هو كيعلمهم. يعني والحمد لله انت كتقوم بواحد المجهود كبير وكبير بزاف انك تساعد كيف ما قلنا الشباب انهم اما تعلمهم اما انهم يديروا بروجي لراسهم. شنو الرساله اللي تقدر تقول لنا الشباب؟ وانا كنطلب من 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 الشباب، يعني لما وافقوش الله في القرايه على الاقل يتعلم صنعه. وإلا ما تعلم الصناعه على الاقل يتعلم بيع وشراء. ما يخرجش ما ينحرفش، لحقاش انحراف ما غاديش يعطي شي حاجه اللي اكثريه يعني. انتم في هذه المنطقه ديال مديونه يعني كنشوفوا باللي منطقه بحال شبه قرويه ولا قرويه شبه قرويه ماشي شبه ولا قرويه 100%. هنايا بالنسبه لهنايا الناس يعني الدراري كيخرجوا راه ماشي بحال يعني داخل الدار البيضاء او داخل يعني خرج يمشي. وحتى دابا اي واحد كتبغي تخدمو عندك راه الا ما كانش عنده الصنعه ما تخدموش، اش غدير به؟ اول حاجه كتقولي اش كدير بعدا؟ شنو كتعرف دير؟ اش كتعرف دير؟ حنا هنايا تقريبا كاين الانسان اللي كيولد وكيخرج عنده 20 عام وكيجي معاه باه ولا مو كيقول يا الله يرحم لك الوالدين، الا ما هاد الدري راه غادي نحارف خوضو ديروا بحال ولدك. وبالفعل كاين يعني تيوصيك ما عندهاش فيه كاين اللي باه ميت واش امو غادي تحكم فيه؟ هو عنده 20 عنده 22 عام راه غادي نحارف غادي يخرج. عندي واحد العدد دابا ديال لحد الان الحمد لله اللي هما كاينين اللي مشى للدار البيضاء، كاين اللي مشى لمراكش، كاين اللي مشى لاكادير، داروا محلات وخدامين والحمد لله وباقيين لحد الان. كنتلاقى بهم اي في شي مدينه اللي كنمشي ليه كنتلاقى مع شي واحد منهم كيهزني ويديني نتغداو وكيفرح بيا. يعني علاقتك بهم علاقه زوينه، علاقه زوينه. كلمه اخيره سي عبد اللطيف. كلمه اخيره كنشكر سيدنا هو الاول والله يعطيه صحيحته.
شكرا بزاف سي عبد الطيف على يعني فتحتي لينا القلب ديالك. شكرا شكرا شكرا. وكنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله في المسيره العمليه ديالك والمسيره يعني الحياه ديالك ان شاء الله. وشكرا لكم. وهذيك القضيه ان شاء الله يكون فيها يكون خير يكون خير يكون خير ما تديرش ما تخافش. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.